موقف يقول لك طال عمرك هذا في واحد كان يدرس طلابه يدرسهم دروس دينية وكان الرجال ما شاء الله يعني حريص على الطلاب اللي عنده وأي إذا سأل سؤال يا من سأل السؤال أي واحد اللي يقول كذا قال فضل جاوب فدائم الطلاب حريصين ما حد يتحرك هو رجال شايب صدفت انه واحد توه متوجه لدروس العلم وكذا وجالس عند الشيخ اللي جالس عند الشيخ هذا خشمه تعرفون فطيرة الهمبرجر كبرى خشمه كبير لا كبير خشمه جلس وكل الطلاب يعني مستمعين مع الشيخ واذا سأل الشيخ ما يبون احد يتحرك عشان ما يقولوا جاوب اصدفت اكاسنا ربيع عليها اول ما سأل يبي يسأل الشيخ والشيخ بالسؤال جاء ذباب الله يكرمكم ذباب خضر ونزل على خشمه ونزل على ما نزل قال الشيخ من يجاوب يبي يتحرك هو الذباب يتحرك قال والذباب يطير ويرجع مرة ثانية خشمه مغري للذباب انه ما يتحرك اي والله المهم والشيخ يا اخوان يا اخوان ابنائي من يجاوب الحيلة الثانية عشان يطير الذباب بس ما بيحرك يديه بينضخ اي قال صبرنا من جاء شاي الله من يجاوب اخوان ويجي الذباب يقول وينزل عاجز عاجز يتحمل قال كذا بيده قال شيخ تفضل جاوب قال ها يوم قال ها دخل الذباب بخشمه يوم دخل الذباب بخشمه والناس يرعوا له والشيخ يرعوا له قال ويعطس ويطيح على طاولة وراء حق الكتب اللي وراه ويطيح يوم طاح الظاهر انه صار به امه جلطة خفيفة ولا ويطلع عشانه يقول كذا ويقوم زعلان يروح الشيخ قال هو يطلع من الجلسة كلها يقولون شايفينه يقولون شايفينه عقب سنة برزفة عند احد الفنانين ترك الدروس كلها لا تعطس بس لا تعطس التقديم خربت راحت راحت استلم المايك يا بدر استلم المايك هذا والله فات الموقف اللي عقب ما خلص صار لا حول ولا قوة الا بالله ما تعرف مسار الكوت ها؟ ما تعرفي مسار لا لا شباب تكفي الكوت تكفي عن الليل عند بحور سم يا ابو سم يا بدر سم طيب ما دام ان ابو سعود ما شاء الله ما لازم يبدي